الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم أصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد صلوات رب سلامه عليه. عباد الرحمن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراقبه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه وتزودوا من دنياكم لآخرتكم واعلموا أن خير زاد التقوى. بقال بانجي بنفسرون هذه الأمة أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل بلا ميلان أنانجي السير سيكتي الله سبحانه وتعالى في السر والعلن مشامن مراته إلى تمانينتي الساوى يونت الدواء الله سبحانه وتعالى نقوت جنا قصة الشرح السولة محمد صلى الله عليه وسلم الله ويمن يلبي إن غلب يموا نقوى أنت أملاقا أنت وانكز السنغ بانا دام بنا إن اصطفيتك على الناس برسالات وبكلام ويا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لنسكلم يا نكسكلم يا كبانا دام ركو وكنوكبا أنت يغلقنا نادي نبي محمد صلى الله عليه وسلم شرح الله صدره الله يمانجل زيج فباتي نابا نغوبك أبو موى مومبالي تاسم لكبانا نيانغو نابا نغوانغو يزوب السلام الله سبحانه وتعالى ويا مقامنت وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. تقول القصور لازم قصور النبي زبيت سورة القصور العواصق قصور النبي يزيد مكة كتياو مجزع أما يا محمد صلى الله عليه وسلم الله متاندك نامن ينابان تبا أمي ناقمت ألم نشرح لك صدرك أبفق محمد صلى الله عليه وسلم تتواكو أنجلوزا اتفوباتو اتوكي أنجلوزا نوجي أقوال زي لسة إن علماء التأويل أن الله سبحانه وتعالى مزم الله سبحانه وتعالى شرح صدره للإسلام الله أنجلوزا اتفوباتو رب السلام نبيس مساء يقامت أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أما يرد الله أن يشرح صدره الله ينا الله قوي قال الدو كبان ما جزيت فباتي من بيلا يوكبان تعتقل وبسلام كتاتاب على الله سبحانه وتعالى يجعل صدره ضيقا خرجا كأنما يصعد في السماء قال ينتوقل وقوى نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله ينا جزيت فباتي نابانغا مقابيا للوحي نوبانغو بكبو ينجل ممتما نابانغو بمتما بكي زمانغو بي الله بيسزة من القرآن الكريم من الأوامر والشرائع والقوانين ما تكن من بريه جور وكمان الله سبحانه وتعالى يفولج فبشوك بانغا شانغو يروح دون نبي فدوى الله سبحانه وتعالى قد الله قامت ألم نشره ألم نشره استفهام على سبيل الجزم وانغ نبي محمد صلى الله عليه وسلم فان يوزج فبشو يعني للوحي فان بقى ما تشتغيز ألم نشرح صدره ألم نشرح صدرك ألم نشرح لك صدرك نوانو محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح له صدره يتفو باتو تواتي أنجلوزا نتكو أنجلوزا بنور النبوة بنور النبوة والرسالة وكبانتي الله سبحانه وتعالى كسامو يتتانقال يتشو بسلام يتتانقال يتدينيين الله سبحانه وتعالى ويتنين لهم القرآن الكريم الله Natubanga nti omwadamu ebbanga lyamala ng'ateredde ku busiraamu aba ayina ekitangaala. Allah nga we yagamba ya nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira wa bashir lmu'minin bi anna lahum min Allahi fadlan kabira. Kati nabi Muhammad saw sallam anaabanga afuna nuru lislam ekitangaala eky'obusiraamu wa nuru lwahi mumbeera efaanako bwetyo. Allah nga we yagamba nti wakadhalika awhayna ilaik قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه
فريق في الجنة وفريق في السعيد. فكبات الله سبحانه وتعالى شرح صدره للقرآن اتفبات الله سبحانه وتعالى يرزور القرآن الكريم موقبات آتان قال القرآن الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اتبان النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله شهاتك زم آية قامة لم نشرح لك صدرك الله يقول سبحانه وتعالى اتفبات ناتكوان يلزا ورويش تانغالي توب سلام ورويش تانغالي توب بكا قول يسوك قامت تانغالي الرسالة والنبوة يتوب بكا نوكبانت يفنو بكا يقبل قامت الله يجوز يتفبات للإسلام روب سلام نبس مساء آية قامت أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وهذا قول يقصد نوكبان نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله مقامت ألم نشرح لك صدرك تتجزو كبان شرح الله صدره الله شفتي أتيان يلو زاك أميرون دي يسافو إيساتم بوان غازيوي قال مغار خرائي كما يقول ابن حجر مغار خرائي جبريو يد جاجار يمني بقى أنتي يا موني جيمبريز مكموني جيمبريز نغو تجم حديث ورفنيوما نيبان مبرزا موجف باتي وكبان نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبانغا يتلقى الوحي أفنو بكو كبيد الله سبحانه وتعالى نو كبانغا انتي سيواجيه الملائكة لك بقينا كبانغا مستنقنا نبس مس آية قامت وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وقوغو متيكو قسوكا وكبان تي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتان جول الزواء نبانغا يصبر نقوم من كلزا ودنغا واجه الشدائد والبلاء والوباء يفني مبلي متوانيا مبوان غازب نكون جاب كفر وامزوغانيانغا يا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتزعزع ناتتغلا ناس غلانغا يثبت على الحق ناس غلانغا ادنيدكم ازيما اشد من ثبات الجبال الارض نسمو كن يلاكون شوزك التقى يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتكون يوزوكو كوكو بيريك وكمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم ينزو موجف باتي لاغينا مسرى والميراج وكسيب تبيا غين وكوبان غا سيسين كان نوكوبان تا غين سيسين كان الله سبحانه وتعالى ننتا ملا جا غين وكتا ملام على مكفنا خوف كفنا كوتي تمتا ايروبلين فيفا نوكوبان تا فنا وكوتيا مبيد ينجول نوتا جم حديثيا انس بن ساعه نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا قام بينما انا نائم فلني بس وانا مستلقي على ظهري لان قلمي دكم غونغو غوانغ نوجه جبريل لميكائيل لسرافيل يبقى ايهم اني اي بس بين الرجلين كتب وصحابه بابلي نبقى ما هو هو ويو اقام نبان كواتا نبان توالا الى بئر زمزم كروزو لو زمزم وجه جم حديثي يا اسراء والمعراج اقام ولقد رايت نلبى الدلى نسقف بيتي قد فرج سقف بيتي وانا مستلقي على ظهري نبان كسرك النوم كابر زبوامون غلاميد كمغونغو غوانغي أقام نبان توالا إلى بئر زمزم كل زور زمزم فشق صدري نبان جولو زامو تفبا تنغ جبوين ناچان جبرو زامو وأخرج قلبي ومتما غوانغي نقود جبوامو نقوز بوا بماء نامزي نقز زمزم وفي رواية ثم جاء بطست بالي يتاكلو مملوءا بماء وكلموا مزي أقد جدم نقروا قد جدم علما وعلما وحكما نكد جدم وكمانيا نوبكو أتام فلا يا سلام وحكمة نكمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال جبان جوزا ومتما قوان قلبا قوزا مكامبوكو مكالوباكو ومكباكو لياكو فنموتو نبابا نقباكو الزام نقول شجا مريوين فقطع ما بين نحري ولا غاديدة يعني أروك حياتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم بمكتلا ومسوق وقوبلهم نيابانغا بموزا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يشعر بعلم ولا بأثر وجع ناتو لأبرومي ونا مدوكو لانت بنانغ بانجابر الزام أقا ثم أعيدة بانززاو ثم جاء ببراق نتجت براق مسرجا ملجمة فوق الحمار ودون البغل نفان أبرون جنيو نسينغكو كنغمية كتونو أتنجرين قولا بغل بغل تشتري تسالي وكتب وين بلاسي نيندو قوي تشتري وبغل كنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما قلت هذا استعداد الله واليكم متقك لما سيواجهه مبيقين ومسسين كان نبي أقين وسسين كان
في سفر الإسراء والمعراج ملقى الإسراء والمعراج من بقى أنت الله شريعة قزم آية قامت ألم نشرح لك صدرك أواسوك يعني مغار خراء أوك بلي من المسعى والمعراج وأنا بقى أنت أوك سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويلي وحلمة السعدية قالي قازنيا نوجب ملائكة أبا ما برزمو تشفباتي وهو عشرة قاينا إمياك كومي أبا ما برزمو تشفباتي محمد صلى الله عليه وسلم نبوزا اتفباتي بماء زمزم يأينا مقاندا ويمقيونك يلي متبني وحلمة السعدية يا مقام يا جينا ناقامت إن هذا أخ قريش مزمون مقام وهم قريش قد أصابه مصيبة أفنيه وزبو نبقينا باسانا بملائكة مزوقا يوم قلق يمي كله إلى عائشة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يلي يلي ينكفو بين صدره وكاتي متفوبة وكاتي واما بيلغة تلغة تبام قلقو أوبريشن يعني الفنيو وفاسواجي بام قلق أوبريشن يوم قلقوا بملائكة أوبريشن يسوك منسيونا ودي مقوطاني أوبريشن za siza za tanika kabaka itiwa siza kanabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baga antipo operation yo bam kola konga chali muto kana istiadadalla kwalikum kuba kubanga bamutegeka min akhlaqin alfadila alkarima bamutegeka kula nempisa nganunji wa kana yakhtalif an aulad libani jinsi yalinga mato ya ukana na bana ba wangala nabo wa mu society nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bamusanga bamboza tima asabak wa muhammad chechkutuseko awachali mwana mtu na wagan atani rajulan banzida basajabini wa hum fi istiyabin bi wali mungo yanganjeru nyu fashaqqa sadri ya rabu samu chifubachange wa akhrija qalbi waga mtu bagu mtu magwa ngene bagu jam ne baguza olvanywa ne banzi zao mayoga ch allah chali ategeza mu aya eyo alam nashrah laka sadrak ووضعنا أنك وزرك يا محمد صلى الله عليه وسلم قال الوزر بكموزة وانت بقى بقول جام الوزر بامو جام وينجي نين سارة ناكسة جتينا إنفي نتينا أنجي تينا سارة تينا كسة جاكم تيمة تينا فو بتيزي ولما قلت ووضعنا أنك وزرك أي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبانك غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكمان الله يا مسلم وامزان يقول نقالي سوكو كولا نقالي سنبا يوكولا صوت الشرح ألم نشرح لك صدرك الله سبحانه وتعالى بس وكفوك نبي محمد صلى الله عليه وسلم نقوى كنور يا إيمان نقوى نبسارة نحلم نقوى نتبيا زوري أو تبيا جيمة الله يعني أصلا مجفوباته نابانغا أبانيم سنونجي نابانغا مسجى مكاكا منيو نابانغا متماغوي بكل زمان سمع قلنا آية زنة زود دواء الله سبحانه وتعالى الله نامز ما تشوفه كنا متملك سوى الميراج نامز ما تشوفه كنا مسامو بكا نامز ما تشوفه كنا بانغا مسامو في سنونج إنما صلى الله عليه وسلم يا جماعة صبر ضوان الله عليهم يا بني ولان نابغان أدبني ربي الله سبحانه وتعالى زيام جيل زين بسا يانت عندك فأستنا تأديبي نابغان أنت عندك مونت عندك يشاسين زوكو بانغا نونج ganan gabiti wa fa Allah na tuwa kubanti fa bi fa bi anjuruza mumbera yokubanti tegere Allah subhanahu wa ta'ala nabukiriza ga inna sadda salat naba gulya Allah subhanahu wa ta'ala faqad sharaha Allah sadrahu lil islam Allah ma zukubanti fa cha anjuruza eriyo bisalam ya salam wa kana yad'u min adiyatihi rasul ya linga sabanyo mudwaz ngati Allah gamat Allahumma inna a'udhu bika an adilla so Allah matu mponye okubanga ambula wa an okubanga ambuza wa an udalla mponye okubanga ambula wa an adilla mponye okubanga nyomo la banadam wa an udalla mponye okubanga nyomebwa wa an adlama mponye okulya azamanya wa an udulima kero mponye okubanga ndi azamanyizibwa wa an ajhala mponyo kubanga nsiru wala wa an ujihala alayhi mponyo kubanga nsiru wazibwa akana kathira ma yad'u yoy mtu yaji ngaji sawa nabii muhammad sallallahu alayhi wasallam huwa yakhudu min baytihi ngava munyumba yake akutambula ko allahumma inni a'udhu bika an adilla wa an udalla wa an adilla wa an udalla wa an adlama wa an udlima
wan ajala wan ujihala alayhi so Allah mwatu mponyo kubanga ambula no kubanga ambuziwa no kubanga nyomola no kubanga banyomola no kubanga nsiru waziwa no kubanga nsiru wala alam nashirah laka sadarak wa wadaana anka wizrak Allah na mujamu ingene fubiti zine saro na nechitime chibi chibi wani wakati Allah na musanyu wa mazambige kalladhi anka wa dhaharak ebiyari kutulide kumugongo go ebiyari kutulide mitawane jari kutulide jari kutulide mchifubacho kumugongo go mbele fana kogo echo tiabada mbaine migugu minji waina akoganga akogaru ansaro why you getting small just because you have envy just because you don't love that person you don't like him you don't want to be near him you don't want to share something with him he's not your friend he's not your partner you're feeling you have that envy you have that bad heart or you know mutima mubi nyo rwensonga bundi wali yakuta matali na songa na Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tiyabina nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah wakushitanga chobukiriza na kushitanga chobusilamu ebisigadde byanguwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mushitanga cho busilamu naba ngamsonyi wa mazambige na mujjamu nugu na mujjamu enge na mujjamu fubitizi na mujjamu ensaro wadana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'ana laka dhikrak na'am wa rafa'ana laka dhikrak Allah na mustu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga yogirwako Ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala mnyanyua daraja tunamtaja kila siku usiku na mchana hawezi kutoa adhan au kunadi wa binadamu kuja kusali ila unamtaja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sala tunamsalia katika khutba tunamsalia popote warafa'na laka dhikrak Allah subhanahu wa ta'ala mnyanyua daraja kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitajwa katika Qur'an al-Karim na tunamtaja taja kila siku tunataja jina lake Allahumma salli ala Muhammad وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قد الله مكم متعمز فوق سبع سماوات نعم وجوزة فبتش نبغى مساك وبكى نبغى موب سلام نبغى ألونغو سوم تيماغوي الله سبحانه وتعالى سفيشة نفسي نروح يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألكون نفسي تكتيف لطهريك بزولي ألكو أنا حسده alikuwa ana kiherehere au kimuhemuhe. Yaita jina mwatu mbele ya kubanti ya wala na gundi, waba gundi, kutapeli watu, au kuwadhalilisha, au kuwachovesha. Yaita jina mbele ya kubanti ya banada, baisamu amasu, wabu kubanti ya balengeza. Allah subuhanahu wa ta'ala banga ya mutegeka, na Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na musomesa buli mpise chasi ndo kubanga nunji. Fani Aisha radiyallahu anha, bambu za kaifa kana tukuluku nabi, إنه محمد صلى الله عليه وسلم بسجد عليهم بسجد نجا كان خلقه القرآن سجد على القرآن الكريم نجا قالوا كمان بسجد عليه النبي ثم القرآن الكريم الله ناموا توما قشيت عن قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور ni hakika kime wakujeni ni nuru tuwe Muhammad sallam ni nuru wa kitabu mubin na kitabu Qur'an al-Karim kitakatifu kitabu kiko wazi wazi kabisa kakina kasoro kwa kumanchi Qur'an al-Karim kitabu chitukufu tachina amunso biyo naba ganda banga bibiti alam nashurah laka sadirak wa wadaana anka wizirak alladhi anqada dhahrak wa rafa'ana lak dhikrak الله نابا نعموك والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أيقرواكو كما نكد وانتي النبي أسلم بايو القرآن الكريم الله كل سنة يلني يا محمد يلني يا أحمد الله نسي السورة وسورة محمد تبقنا عن قابتي سمي في السماء أحمد وفي الأرض محمد القرآن الله يميت أحمد آتي كل الدنيا يميت محمد صلى الله عليه وسلم تلجتون لتنتي تبواكو تلجي تبواكو محمد وكد يقوي لي محمد صلى الله عليه وسلم تولي النين يلي تبواكو وسمي بمحمد قبله تلي يلي تبوا محمد يقصوك بقوان يتبوا محمد لي محمد صلى الله عليه وسلم
فوصفه ربنا تبارك وتعالى بالنبوة الله نابا غامتنا نقبانتي نبدوت وبالرسالة نقلت محمد رسول الله أي محمد بقوا الله سبحانه وتعالى محمد إذا مسنجر الله سبحانه وتعالى إذا بروفيت from Allah subhanahu wa ta'ala our prophet is our teacher is our role model Allah na mutukuzam belefa na kogwechu Allah na tukuzen tegera yek na gamanti wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa ategera nya ina aichu aina high understanding capacity our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam he understands very well wa ma sahibukum bimajnun he is not insane ولقد رآه بالأفق المبين الله سبحانه نامتين ومتما قوي الله سبحانه وتعالى he talked about his heart ناقامت ما كذب الفؤاد ما رأى that his heart is very pure whatever he talks and he explains is good and it's from his heart چون نچابا يقد نچابا يقد يقد مزمى ميريد he doesn't lie He doesn't minimize any person. It's our Prophet Muhammad is so pure. With good heart. He knows Allah subhanahu wa ta'ala. So obedient. So you have to learn from him. Katina kubanga tumiga kuna bi Muhammadin. Sallallahu alayhi wa sallam. Ma kathaba al-fu'adu ma ra'a. Laqad ra'a min ayati rabbihi al-qubra. Allah subhanahu wa ta'ala. He talked about his teacher. Ya gama ta'allamahu shadidu al-quwa. He was taught by the Jibreel. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Jibreel. He came and he taught him everything. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى and he learned everything from the angel the teacher, the professor, the lecturer of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam with angel Jibreel alayhi salatu wa sallam that's why he was so obedient with good behaviors, good manners and is the respected person dignified person than other creatures Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ألم نشرح لك صدرك كتي سونج جانغ يوغدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بتندو بي نو كوبانتي تاينا رانك زيتشكي تشا وغول طبعا تبانجي وي هاف رانكس اند يو هاف ريسبكت بات يو كانت بي ريسبكتد لايك بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم او ذان هيم او نو يو كانت بيكوز بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم از ا ميسنجر فروم الله سبحانه وتعالى از ذا تشوزن وان الله سبحانه وتعالى تشوز هيم نبي الله سبحانه وتعالى يمولون دمو among the creatures dignified him Allah ya muwashti wa singa bitonde byonna Allah subhanahu alimchagua alimpa daraja na hadhi kuliko viumbe tofauti na banga wabbe wa singa bitonde byonna Allah na atenda he talked about his behaviors he talked about his behaviors wa innaka la ala khulqin azim oh my prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam you have good behaviors good manners good morals oyine nei senu njenye chasinze una tabia nzuri kuliko viumbe vyote Allah Subhanahu wa ta'ala yakuempisa nganunji nyo ayine mitwe mirunji ayine mpisa nunji nyo amma disosala mugamba abantu ba umengo cha hadith yabagamba anti ana nabiyukum ana hadhukum ya nabiyin wa antum hadhun minan nas am your prophet among the prophets Allah Subhanahu wa ta'ala send am your messenger وانتم حظ من الناس and you are my people among all the people نلقيتوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغاما بادام تنزبا انتم زين نبي وام بن نبي ونا قال نبيكم your prophet learn from me I'm your messenger learn from me I'm your teacher come your role model you have to learn from me كتي نتشبانغا الله يمتيكا تيكا انتيكا تيكا تشاسنزو كوبانغا يا تشكاشا وغورو yensonga rwachi yavumi bwanga nabanga isiwa mwa maso nabanga alengedezebwa tayina go yavuma tayina go yali azamanya tayina go yabba onakumwa basajja bamkuba manja be taifa the people of taif they stoned him so much the angel Jibril came and in some riwayat the angel of the mountain of the mountains came and said to him that do you want me to kill these people to perish them but Muhammad sallallahu alaihi wasallam answered no don't finish them I think on their backs
they will have offerings, which who will understand Allah subhanahu wa ta'ala. They'll give birth to the kids, and the kids will understand Allah subhanahu wa ta'ala, who will believe in Allah subhanahu wa ta'ala, the offspring of those people. So don't kill him, don't bring a disaster to them, don't punish them. Amma dina so bedduwa nga malaika we nsoza za mugambe bantu banobo nabonna tubatte ne nsozi na gamba nedda Allah chava mutina ne chitonde chigamba tuwa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. We have sent you unless your Prophet Muhammad saw you a blessing to mankind, a blessing to mankind. Oli chakusasira kubantu bonna. You are blessing to the creatures. Oli chakusasira kubitonde byonna. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. We sent you as a blessing to mankind. Dr. Ndikwakusindika kubanga oli chakusasira eri ebitonde byonna. قد وتوقف نبي محمد صلى الله عليه وسلم مسورة انشراح. الله تعالى قامت ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. تلجتون لشوقراكم من الدنيا قصين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وتسالد نبي محمد مصلي صلاتكم التحيات قوم مساجد باج togenda kuwazina obwo kimesifa nga tomusalide nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. I bear witness that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. You bear witness every time, every moment, every second you talk to him more than 100 times a day. Mwina we mwogira kubanyo mwogira nyoko bakazi ba mwe, mwogira nyoko bana ba mwe, teri ayo gero wako mudunia kwenkana e Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu mwogira kwa the phones, on WhatsApp. We talk about him on WhatsApp, on Twitter, okay? Facebook, Snapchat, TikTok, yodna. Ujasanga Sheikh nga sumta kunabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yonna yonna jali shitegera ba follow abangi nyo shitegera you tweet you talk to him, you TikTok you talk to him, okay, on WhatsApp you send a message talking about him. Are you getting me? On a Snapchat you talk to him shitegera omwogera ko no yogera jali. You talk about him or you talk to him. Yamu yuko Sheikh Agamba, you talk to him. Kwana bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtu wa musaida na gamat Allahumma salli ala Muhammad wa yanat assalamu alayka ya Rasul Allah ya gan fa inna Allah yurdu ruhin Allah nzizamu moyo gwangi hatta aruddu salam nzizamu salam yom wa nadam haythu kana wa nawabali. So you talk to him and we talk about him. اشتغل تقول اللهم صل على محمد نوي نوقات اللهم صل على محمد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم. Pray for me and your prayers they reach to me every time whenever you talk about me and whenever you say a salutation or you say salam to me. Say like you are talking to me, say like you are saluting me, say like you are praying to me. But if you talk to him and you talk about him kati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singaza likes na comments zandi badde nyinji nyo kubanga dunia yone yogera kusinna nabi Allah chandi warafa'na laka dhikrak Allah msul dalo kubanga kabada mbonna bakogera ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati embele fana ko bwetu adhikr ko kubanti omada masada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabanga yogero ako kubanti you talk about him or you pray for him or you salute him, that means you are dignifying him, you are respecting him, and when you follow his teachings you're going to be superb. Oh, I think I'm going to go to the
ojja kubakkiriya nnyo ogenda kubakkiriya nnyo mu mbeera efaana kuba kibadiba Allah subhanahu wa ta'ala. So eno ishu musulatu inshirah eraga oba musulatu sharh eraga nti Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah yamuteekateeka mu mbeera efaanako bwekyo, nga twagadde introduction ku suula eno tumanye ifa ku Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yazaalibwa omusajjatu Abdullah. That is the father of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and the mom was called Amina. Hey, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he lived on this earth. Yawanga kudunia kuna ebanga ya 63 years. Banga liya miaka ankaga mwe satu. He was a prophet and a messenger. Yali nabi atenga mubaka. Yali nabi atenga mubaka. Allah subhanahu wa ta'ala mkula ganti wa ashti wanyo. Mkwa ni karim, there is a chapter called Surah Muhammad. A chapter, a surah wa Nabi Muhammad, wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه. أبو النبي الصحابة الله تعالى بمهم النبي الصحابة أبو النبي أبا مكيزة ومي السولة صوت فتح الله يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم and their companions, those who lived with him. Bamuyiga ko bulungi nnyo bonna basahaba nyabanga bankizo nnyo mu dunya muno era nyabanga bamuyiga bayiga ku Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Sallu alayhi munazzil al-Qur'an ngochajja tuntumyo muyaga manti wa khayru dini Allah huwa al-qadim wal-awwal huwa al-awwal wal-malaikatu qablahu wa huwa din Ibrahim وهو دين لوط صاحب الطوفان وهو دين موسى سيد أنبياء بني إسرائيل وهو دين يحيى وعيسى خبد الشيخان وهو دين محمد صلى عليه منزل القرآن كاتي ويو صوت الشرح مفونز بعونه تبارك فعلا انت عندك ويوتو وفانا بغانا 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 تجد القرآن الكريم بوينو دليل بالدليل يجي تجد القرآن بولان بولا تل بتل تل تلوا بتلوا بولان بولا بعونه تبارك وتعالى سواء الله تقسنا جو وتدى من بيلا يدعوه تيام بنيو بغن لفاب التوبة كن سنغا ينتامبلا كوبان تيمريم بجي تامبوزا بلا مجلبا يكانيغو أينو لكمي أيني بدي أيني ساتو وكابوتو وكنا بيريو توبة يوغاندا توبة إسلام ميديا يوغاندا نعم نبزل منيا عبد الرحمن وصى بعونه تبارك زولا باو بعونه تبارك وتعالى ناينا شاينا تسيندك تفسير تونغرو كوبانتي تمباتو ساكو تتجلى امبولا ايه دعوة تجونغر مهمان ودوافع موجيني من مجال جينا سجلى جينا ماس تجينا كويمي ديلا tuina chikuba tuchikube paka last paka Allah watu julula nga wadu watu tubanyo nyula matakaga Allah subhanahu wa ta'ala tonyoma bitano tonyoma rukumi nito kwa tuliku chapi chino gula data kanibaye data so kumugula data noba angaba nadam bakula chi bako zesa nukusini kemso majifana kwa wajiti insha Allah watubla kumbela shifa urahma mbela yukudia njabisa Qur'an karim نوبت الندق يدي مسنة بدواء الله سبحانه وتعالى ويتوى يقلق أبا السوداء نتوزت وقلق قلق أمفم بلا مزيت زيتون ما دام عيني بلا زيت شيسو شين تسجى شكوزي سا بيتي فانكو بوي بيتو زيت تفنى قلق إنغا ويلكو ومسالي إنغا بتونتون ومفم بلا مزيت قلق يبدي إنغا فوكا يلو إنغا جا
وبلنغو مجكو سمي لهم سورة مريم نسورة يوسف إن شاء الله بإذن الرحمن وجكو بانغو ونبلا يا مجنة كتوريدا نيش سجي كوزيسا فبين الجن العاشر يبسينغا كاو تينو بجان جابيوانو كشفاء رحمة كواندا رومو كيبي بيسو تموهندا النامبر السيمو 0704-6903-83 سبع الله سبحانه وتعالى أتيك بارك مدي ومودي نوكو بانتي أبو نغرزقي مباولا مغلونتي سكايني مغانم عبد الله موسى طنطاوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.